السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. اليوم سوف نكمل الجزء الثاني من السيرة النبوية. اليوم سوف نتحدث عن نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحياة وهده فيها. أما نظرته إلى الدينار والدرهم والمال والمتاع فأكبر مجموعة من الألفاظ وأكبر قدرة بيانية لا تفني بالغرب، فإن تلاميذ مدرسته الإيمانية الربانية وتلاميذهم من العرب والعجم في مشارق الأرض ومغاربها نظروا إلى الدينار والدرهم كخزف والحصار والرمل والتراب، وروي عنهم من الزهادة في الدنيا والاستهانة بزخارف الحياة وغرام بإنفاق المال على غيرهم وإيثارهم عليهم والقناعة بالكفاف وأقل من الكفاف ما يحير للباب، فكيف بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي كان قدوتهم في كل خير وفضل وإمامهم ومعلمهم؟ ولكننا نترك ما رواه الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب وما جرى على لسانه من أقوال ينطق بذلك، فلا كلام أبلغ من الحوادث والأخبار ولا أنطق منها. كان قوله المأثور المشهور وبه كان عمله وعليه تدور حياته صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا ما مثلي، ومثل الدنيا إلا كراث بصارة في يوم سائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. ورآه عمر متجرا على حصير وقد أثر في جنبه، فهملت عين عمر فقال: ما لك؟ فقال: يا رسول الله، أنت صفوة الله من خلقه، وكسرى وقيصر فيها هما فيه، فأحمر وجهه وقال: أو في شك أنت يا ابن خطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وكان لا يحب الطراز من المعيشة لنفسه فقط، بل كان يحب لأهله وعياله ويؤثره لهم. فروي عنه أنه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبو هريرة بيده ما شبع النبي الله وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وعائشة رضي الله عنها قالت: إنا كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هما الأسودان التمر والماء. وقد كانت له درع مرهونة عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. وإنه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع والمسلمون معه مد البصر، والجزيرة خاضعة له على رحل رث عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمع. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلاده وقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. وحمل إليه صلى الله عليه وسلم 90,000 درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها مع الناس. وكانت لا تمنع هذه العبارة والزهد في الدنيا والإقبال إلى الله بقلبه وقالبه والاشتغال به ومناجاته على دوام البشر وطلاقة الوجه
وتفقد قلوب ومناطفة الناس وإيتاء كل ذي حق حقه، وذلك شيء لا يقوى عليه غيره. وقد كان يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد كان أوسع الناس صدرا وألينهم عريكا وأكرمهم عشيرا، وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويدعو صبيانه ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، يعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر، ولم يرد مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بها على أحد. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم ويقول الشريد الثقفي: استنشدني نبي الله صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته، وكان عنونا ودودا تجلت فيه العواطف الإنسانية والمشاعر اللطيفة في أسمى مظاهرها وأجملها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: إدعي لي ابني، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيشمهما ويضمهما إليه. ودعا بسطه حسن بن علي مرة فجاء يشتد، فوقع في رجل رسول صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل يده في ليتي، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه فيه. وتقول عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن حارثة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وريانا يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. وعن أسماء أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابني قد احتضر، فشهدناها، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام وقمنا معه. فلما قعد رفع إليه، فأخذوا في حجره ونفس الصبي تقاقع، ففاضت عين رسول صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لما شد وثائق العباس في أسرى بدر، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يئن ولم يأخذه النوم، فبلغ الأنصار، فأطلقه الأنصار، ولم تحمل تلك الشفقة على التميز بينه وبين سائر أسرى بدر. فلما فهم الأنصار رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفك وثاقه، وسألوه أن يتركوا له الفداء طلب رضاه، فلم يجبهم إلى ذلك. وجاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وكان عطوفا على الصبيان رفيقا بهم. روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم. يقول أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان شديد الرأفة بالمسلمين، كثير المراعاة لاختلاف أحوالهم، وما يعتري النفوس من فتور وملل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السامة علينا، وكان مع الشدة ولعب الصلاة يتجوزها إذا سمع بكاء صبي. فقد روي عنه أن
أنه قال: إني لأقوم في الصلاة، أريد أن أطول فيها، فأسمع وكأس بي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم مفرين، فأفيكم صلى بالناس فليتجاوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ومن ذلك أن أنججش كان يحد بالنساء وكان حسن الصوت، والإبل تسرع إذا سمعت الحداء، فيشق ذلك على النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوق بالقوارير. وقد برأه الله من الحقد وأن يضمر لأحد سوءا. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا يبلغني أحدكم منكم عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وكان لهم أبا رحيما، وأصبح المسلمون كلهم له عيالا يحنون عليهم حنو والمرضعات على الفطيم، لا شأن له بما متاهم الله به من مال، ووسع لهم في الرزق. أما ديونهم وما يثقل كواهلهم فكان يستقل به، ويقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. وفي رواية أنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب آية 6. فآية: أيها المؤمن ما ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتي فأنا مولاه. انتهت حلقة اليوم، إلى الحلقة القادمة في أمان الله وحفظه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا إلى تقديم المزيد، ومع السلامة.